إرث تاريخي تحمله الجامعة على عاتقها بكل تأكيد، والأكيد أننا في جامعة الوطن على موعد مع مستقبل واعد للوطن. فبالأمس القريب أعلنت الجامعة عن استثمارها في الاستاد الرياضي، تلا ذلك إعلان عن مركز متخصص في القيادة والسيطرة، هو الأوحد إقليميا والثاني عالميا في ذات المجال، ناهيك عن جائزة دولية في الرعاية الصحية والكثير. واليوم يجتمع خبراء ومتخصصون في مجالات شتى والحديث عن الكراسي العلمية التي يأمل الجميع بالتأكيد أن تحقق إضافة قيمة في ظل رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتعزيز التقدم في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة. وبالحديث عن رؤية 2030 لا ننسى أن شركة وادي الرياض الذراع الاستثماري للجامعة على موعد مع عائد استثماري يتجاوز 500%.